يزداد نشاط الفيروسات والميكروبات المسببة للأمراض في فصل الشتاء، فيضعف الجهاز المناعي. الإنفلونزا أو التهاب القصبات الهوائية أو زيادة أعداد الأشخاص الذين يصابون بنوبات قلبية عائدا إلى الجو البارد في بعض الأحيان الذي يرفع ضغط الدم ويزيد العبء على القلب. كما أن البرودة قد تجعل القلب يذبل أو يبذل جهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم، كما ذكرتها الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا. فكيف نتعامل صحيا مع فصل الشتاء وكيف نحافظ على مناعة جسمنا؟ سيكون هذا محور نقاشنا اليوم مع الدكتورة ريهام ناصر الدين. أهلا وسهلا فيك، الأخصائية في الأمراض الباطنية بطبيعة الحال. دكتورة، يعني اليوم إحنا مقبلين على فصل الشتاء، تقلبات أول شيء بالأجواء ما بين البارد والدافي، بالإضافة إلى أسباب أخرى أيضا ممكن أن تأثر عليها البرد. خلينا نبلش بداية، أهم الأمراض اللي بتكثر في فصل الشتاء. أول إشي الأمراض اللي عندنا بفصل الشتاء، بداية أكثر أمراض هي موجودة بفصل الشتاء هي أمراض التنفسية، سواء أمراض تنفسية العلوية أو السفلية. العلوية هي أقل خطورة لكن أكثر انتشار، السفلية هي أكثر خطورة بس الحمد لله إنها أقل انتشار شوي. الأمراض جهاز التنفس العلوية زي الزكام، زي إنفلونزا، زي التهاب الحنجرة. السفلية بتبلش لالتهابات الرئتين، التهابات القصبات الهوائية، هاي كلها بتزيد احتماليتها في فصل الشتاء، لأنه زي ما كلنا نعرف أنه فصل الشتاء بزيد عندنا احتمالية بزيد وجود الفيروسات، بالذات الفلو، يعني الفيروس الإنفلونزا بيكون أكثر بفصل الشتاء، خاصة كمان مع الرياح اللي بتصير، فهذا والغبار، فالجو ما بيكون عندنا بالنقاء وصفاء زي فصل الصيف يعني، فهذا بزيد احتمالية أنه تزيد هاي الأمراض يعني في هذا الفصل. خلينا نبلش بالأجزاء، بما أنك قلت الجزء العلوي بعدين بنبلش بمنطقة الصدر. خلينا نقول الأمراض اللي ممكن أنه هي تسبب بمشاكل صحية بالذات للأشخاص اللي عندهم تحسسات، اللي عندهم جيوب، اللي عندهم مثلا ممكن مناعة أقل. إلى أي مدى أنت بتنصحي بمطعوم الإنفلونزا؟ خلينا نبلش كيفية الوقاية أو تجنب بعض الأمراض. هلا عندنا المشاكل الجهاز التنفس العلوية والجيوب زي ما حكيتي، المشكلة في فرق ضغط الجو اللي بيصير عندنا، انه نحكي عن الجيوب مثلا، فرق ضغط الجو بيخلي انه بصير في عندنا شيء اسمه كونجشن او احتقان. هلا هذا الاحتقان بيزيد نسبه كميه افراز المخاط، فبالتالي بتصير بيئه مناسبه لتكوين الفيروس او تكاثر الفيروس، وبعض البكتيريا اللي اصلا موجوده عندنا في الجهاز التنفس العلوي بتزيد نشاطها. هذا الشيء احنا ممكن نحاول انه نبعد عنه. اول شيء بدك انت تبعد عن تيارات الهواء البارده قد ما بتقدر، تلبس الملابس اللي شوي تكون دافيه، ما نخنق حالنا كثير بس بنفس الوقت انه نحاول ندفي حالنا، نحافظ على درجه حراره جسمنا، ما كثير نتعرض برا، يعني نحاول انه نخلي كل مشاويرنا كل امورنا داخل المباني اكثر ما هي تكون خارج، نبعد عن اماكن الاكتظاظ السكاني او اكتظاظ الناس، يعني قد ما بتقدر انت، خاصة إذا كان في عندك مشاكل مناعية، خاصة إذا كان في عندك مشاكل صحية، خاصة إذا كان عندك تحسس بدك أنت تحاول تبعد. هلأ في بعض الناس لجأوا أنهم يصيروا يحطوا الكمامات، صحيح. اللي عندهم هاي المشاكل بدك أنت تأخذ هاي الاحتياطات، يعني قد ما بتقدر تحط كمامات، تبعد عن مناطق الكراودنس، مناطق اللي فيها اكتظاظ، إن شاء الله نقدر نحاول نبعد. هلأ الفلو فاكسين اللي هو المطعوم تبع الإنفلونزا وقته هلأ، هذا هو الوقت اللي بنقدر ناخذ فيه، وباخر 10 باول 11 هذا احسن وقت انه ناخذ هذا المطعوم. في عندنا كاتيجوريز، في عندنا ناس معينه لازم تاخذ المطعوم اجباري، وممكن باقي الناس ممكن تاخده، بس احنا بنفضل الفئه العمريه اللي لازم تاخذ هذا المطعوم اجباري اللي هي الاشخاص اللي فوق ال 65 سنه، الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحيه اخرى مزمنه زي مشاكل القلب، زي مشاكل الجلطات الدماغيه، زي مشاكل الكليتين المزمن، زي السكري. في ناس عندهم امراض نقص مناعه، هدول بيحتاجوا انهم ياخذوا هذا المطعوم. الحوامل بعد الشهر الثالث بنفضل انهم ياخذوا هذا المطعوم، لانه بتكون عندها مناعتها اقل من غيرها حتى لو ما عندها مشاكل صحيه ثانيه، فيفضل انهم ياخذوا المطعوم هاي الفئه. طيب خلينا نحكي ايضا عن يعني الامراض الاخرى اللي ممكن مثلا زي المفاصل، في كثير من الامراض اللي يعني بتتعامل مع البرد بصوره كثير حساسه، يعني بيكون تاثيراتها الجانبيه والتاثيرات المباشره كثير كبيره. هلا المفاصل، امراض المفاصل اللي عندهم الامراض الروماتيزميه، دائما بيجوا المرضى عندنا بيقول لك انا مع البرد زاد الوجع، انا مع البرد صار مش يعني انا بستحملش البرد عشان الوجع بيزيد. صدقا هلا
شيء يعني مباشر، تأثير مباشر للبرد على المرض نفسه كمرض وعلى الفلير أب إنه يزيد المرض ويتفعل، ما في شيء واضح علميا، لكن هذا الشيء احنا دائما بنشوفه فعليا مع المرضى، دائما بنشوفه بنقدر نعزها لكثير شغلات. هلا منها انه احيانا مع البرد بزيد في عنا اللي هو الشد العضلي. هلا الشد العضلي مع وجع المفاصل اللي اصلا موجود، هذا الشيء بيزيد احتماليه انه يصير في عنده وجع مفاصل، يعني التقاء اكثر من عامل، اكثر من عامل بالضبط. الشغله الثانيه مثلا اللي عندهم امراض روماتيزميه غالبا بيصحوا الصبح بيكون في عندهم اللي هو المورنينج ستيفنس، او اللي بيسموه انه الشد الصباح، الصباح بيكون عندهم مفاصل متيبسه. هلا الشيء اللي بيزيد، ليش بتزيد الموضوع في فصل الشتاء؟ لانه بيصير في عندنا البرد، البرد بيعمل شيء اسمه تضيق في الاوعيه الدمويه خاصه في الاطراف، فبصحوا بلاقي اطرافهم بيضاء احيانا زرقاء، يعني اللي هي رينودز فينومينا. هذا الشيء بيزيد الالم معهم، فبقول لك هم بيعتقدوا ان الموضوع بس من المفصل، وفعليا في عوامل ثانيه. شو لازم يعملوا الناس بهي الحاله؟ يعني الاكسرسايز، الاكسرسايز بفصل الشتاء اللي هي التمارين. هلا احنا فصل الشتاء كلياتنا بنعرف انه بتقل الحركه عندنا بشكل عام، كلياتنا بنكون قاعدين تحت هالاحرام كمكمين، ما حدش بيتحرك كثير، قله الحركه بتكون ضد المرض. بناكل كثير بناكل كثير، هاي على جنب، هاي كثير موضوع، هاي كثير موضوع، هاي من التاثيرات الجانبيه وامراض اخرى بالضبط. فقله الحركه، قله الاكسرسايز اللي بيعملها الشخص لانه بالبيت خلص بضل قاعد على كنبايته ما بيتحرك، هذا الشيء بيزيد الالم. فاحنا بننصحهم انه انت في البيت ما تطلع برا تعمل اكسرسايز، لانه الدنيا برد مش ناقصه يعني، وانت في البيت حاول تعمل اكسرسايزز في البيت، انه تحرك حالك، تحرك الدوره الدمويه، تقلل مشاكل المفاصل اللي بتصير معك، تقلل الالم. هل هذا نفس التاثير على الاشخاص اللي تعرضوا اصلا لضربات مثلا سكتات قلبيه او جلطات او غيرها؟ هل البرد بياثر عليهم بنفس الطريقه؟ طبعا. هلا البرد من بياثر، او اللي هي بسموه خلص البرد الشديد نحكي اكثر، بياثر على المرضى القلب، وبياثر على مرضى الجلطات الدماغيه. طريقة تأثيره كيف بتصير؟ هلا القلب سواء كان عنده مشكلة في الشرايين، في الشرايين كورونري ارتري ديزيز اللي هي مشكلة في الشرايين، أو في عندهم مثلا بيكون عندهم هارت فيلير اللي هو ضعف عضلة القلب، هدول أكثر ناس هبوط في عضلة القلب، يس، هدول أكثر ناس معرضين أنهم يصير عندهم أتاك، أو يصير في عندهم أنجانا اللي هي ألم في الصدر مع ذبحة صدرية. ليش؟ لأنه لأنه المرضى، المرضى القلب في عندنا بالشتاء بقول لك بيزيد احتماليه تكون الجلطات. هذا مش مفسر كثير، بس في عندنا تندنسي انه الجسم يكون خثرات في الدم، بالاضافه انه بصير في عندنا زي ما قلنا تضيق الاوعيه الدمويه، هذا بيعمل ارتفاع في ضغط الدم، تجلطات صغيره يس في الدم بسبب الجو البارد، ارتفاع ضغط الدم بسبب تضيق الاوعيه الدمويه. احنا قلت لك انه بيزيد زي ما قلنا المرضى المفاصل فازو كونستراكشن اللي هو تضيق الاوعيه الدمويه، بيزيد ارتفاع في ضغط الدم بيعمل. وكمان عندك انه القلب هو الاساس انه يحافظ على درجه حراره جسمنا، بيعمل بومبينج، هو اللي بيحاول انه يضخ دم، يضخ كميات من الدم عشان يحافظ على درجه حراره الجسم. لما يكون في عندنا فرق بين درجه حراره الجسم الداخليه وبين درجه الحراره الخارجيه، هذا بيزيد الديماند، بيزيد الصعوبات على القلب، انه بصير بيحتاج انه يضخ بطريقه اسرع ويضخ كميه اكبر عشان يحافظ على هاي درجه الحراره. هذا فعليا بيأثر، بضعف عضله القلب بزياده، وممكن انه يعمل ذبحه صدريه من الطاقه اللي عم تبذلها من اجل انه القلب بده طاقه اكثر عشان يحاول يحافظ على درجه حراره الجسم. الحلول لهذا الموضوع ان كان من ناحيه الاغذيه، من ناحيه السوائل، من ناحيه المياه، هلا مرضى القلب ومرضى الجلطات بننصح اول شيء، في ممكن احيانا بصير في تراكم ثلوج مثلا، اهم شيء ما تطلع في هذا الجو، اهم شيء حاول انه ما تطلع في هذا الجو، لانه اصلا المشي في الثلج متعب. صح. فمريض القلب هذا له يعني ممكن يؤدي الى ذبحه صدريه مجرد انه مشي في الثلج. كمان بيصيروا مثلا في دقيم الثلج عن الستلايت، في مش بيطلعوا طلعات، هذا الشيء ما بيناسب مرضى القلب. الشغله الثانيه لازم يلبسوا الاشياء الدافيه، يحاولوا يدفوا حالهم، يشربوا سوائل كثير، السوائل الدافيه عشان نمنع الجفاف كمان، فهذا شيء كثير مهم لمرضى القلب، مرضى هذا عشان نمنع الجفاف، الجفاف بيزيد احتماليه الاصابه بالجلطات الدماغيه، فلهيك لازم انه نشرب سوائل قد ما بنقدر يعني في هذا الفصل. تمام، يعني هذا لكل الاشخاص مش بس للمرضى، لكل الاشخاص والاكثر مرضى القلب والجلطات الدماغيه ومرضى السكري. تمام، طيب خلينا نحكي كمان، يعني بدي ارجع شوي لموضوع الجيوب. عاده يعني بغض النظر اذا برد او مش برد الاجواء، التغير من فصل لفصل في كثير من الاشخاص بتاثروا، وبعدين بتبلش معاهم يعني زي مزمنه مع البرد، بتضلها يعني التهاب الجيوب موجود، عدم القدره على
النفس يعني خاصة الأطفال، بتحسي إنه دائما راني نوز أو مش قادرين يسيطروا على هاي الإفرازات، فشو ممكن الحل كمان بها؟ هل شرب السوائل من الأشياء، دائما بيقولوا لنا إنه والله السوائل أو المي بتخفف تركيز الفيروسات أو الجراثيم داخل الدم، فإلى أي مدى هذا الحكي مظبوط؟ هلا هي فكرة إنه تخفف اللي هي تركيز الفيروس يعني مش كتير صحيح 100%، بس هي الفكرة إنه السوائل هاي بتعمل إكويبريشن، بتحاول إنها تنظم درجة حرارة الجسم أول إشي، بتقلل فرق الضغط اللي بيصير الضغط الجوي على الجسم، زي ما حكينا الضغط الجوي، فرق الضغط الجوي هذا ممكن إنه يؤدي إلى الاحتقان، بيقلل الجفاف، الجفاف أكثر إشي أكثر عامل بيزيد احتمالية إنه يصير في عندنا الإصابات في الأمراض التحسسية، جفاف بجسم كامل، جفاف الجسم كامل، فأنت لما تأخذ كمية كافية من السوائل أنت جسمك كله بترجع له الطاقة أكثر، وكمان بتخفف الجفاف على المنطقة هاي لأنها تعب على الجسم، وبالآخر إحنا كل الدم بيوصل لكل مكان، فلما يكون ما في جفاف بتقل احتمالية إنه يصير في عنا التهابات في الجيوب الأنفية، بتقل احتمالية الاحتقانات. كمان اللي بينصحوا بفيتامين سي أحياناً، إنه فيتامين سي ما في إله كتير ريليشن، بس بيقولك إنه ممكن إنه يساعد على التخفيف من ما في ريليشن، قصدك مع الإحساس بالبرد ولا لا؟ ما في ريليشن مع الفيروس، إنه يعالج فيروس، لكن يعني بالتجربه العلميه والعمليه. اول ما بنمرض بيعطونا عصير برتقال او ناخذ الفيتامين سي بيقلل بيزيد من مناعه الجسم، هي اول شغله. الشغله الثانيه انه يعني لهذا المرض او غيره، بالضبط هو لهذا المرض او غيره، بس بالفلو بالذات انه بيقال انه بيحسن او بيقلل فتره المرض. يعني انا مثلا الانفلونزا بتاخذ معي مثلا 7 ايام، الفيتامين سي لما باخده بيقلل فترة تقريبا من يوم ليوم ونص، فانت بيقلل فترة التعب. هاي هي الإشي الريليشن بين الفلو وفيتامين سي. يعني ممكن يخفف من تأثيرها على الجسم، حدتها أحيانا، بيخفف من الأعراض، الليمون بالذات يعني بقول لك مثلا، يعني خليني أحكي لك بعض المثس المتعارف عليها بين الناس، في ناس بصيروا يقطروا ليمون جوا الأنف، فهل ممكن هاي يكون تأثير إلها سلبي، خاصة إنه الليمون حامي سريعا بدي بس جميل. هلا تأثير سلبي أكيد فيه، يعني أنا ما بقدر أحكي لك إنه هذا الإشي صح، بيزيد لي الليمون لما أنا بقطره، أول شيء أنا مش عارفة مدى تعقيمه، يعني هل الإشي هذا محكم أو لا، لأن أنت ما أخذته من الثلاجة، أنت قطعته بسكينة أو بسر، يعني ما بيكون الإشي محكم 100% زي الأدوية اللي إحنا بنكون حافظينها بطريقة معينة. هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه ما في إشي علمي مثبت إني أنا أقطر ليمون أنا بتحسن، ما في هيك إشي. هلا الناس صاروا بدهم يقتلوا الفيروس. هلا الناس اللي بيصير إنه فعلا الفيروس خلصت فترة وجوده في الجسم وتحسن، فهو بعتقد إنه بسبب إني أنا قطرت ليمون، وليه مش هيك يعني. يعني ما احنا حسب ايش بشفينا من نربط. خلص نقتنع انه هيك ربط بس الشغله. دكتوره ريهام عز الدين ناصر الدين، اخصائيه في الامراض الباطنيه، شكرا جزيلا لك، صباح الخير. صباح الخير، اهلا فيكي، الف سلامه.